وصلنا إلى فقرة لهجتنا هنا في حريب محافظة مأرب. اخترنا لكم كلمة معينة من محافظة تعز. ما معنى كلمة حنتر؟ حنتر، تابع. اسمك الكريم؟ أحمد عيضان. حياك الله أحمد. حياك الله. ونعم فيك. ما عليك زود. ما معنى كلمة حنتر؟ حنتر ما أعرف الله. شكرا لك. حنتر ما أدري. شكرا. إيش؟ حنتر. إيش حنتر؟ حنتر ما أدري والله. حنتر. حنتر ما معنى كلمة حنتر؟ حنتر تمسك. حنتر لي. إيه حنتر لي تمسك. ودع ساعدني. ودف دف مي. حنتر لي يعني أشر لي. أشر لي. اسمك الكريم؟ أحمد سالم شماخ. يا أحمد ما معنى حنتر؟ مدلي. مدلي كيف يعني؟ يعني عطلي. ها؟ عدلي يعني عدلي ناولني. هاتلي 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 يعني هاتلي هاتلي يعني ناولني على لهجتنا. مدلي أو لا انظر لي. لا انظر لي. أنا اشتي الكلمة الأولى ايش قلتها؟ مدلي. مدلي مدلي يعني ناولني على كل لهجة. يعني انظر لي أو أعطني. انظر لي. انظر لي. لا أعطني يعني مدلي. أبلا تقول لي كلمة انظر لي مدلي. مدلي مدلي يعني مدلي هات. ها؟ انظر لي. انظر لي. انظر لي. مدلي يعني ناولني هات لي أو انظر لي. يا سواء. شوف أنتم بتحوموا حول الإجابة. كلمة واحدة. وقد قد قدها واحد. مدلي. يعني انظر انظر لي. تعال لهنا. ايش قلت؟ حنتر لي؟ يعني انظر لي. اين تقال هذا؟ تقال في يعني في تعز. في تعز في حلو. في اب. في تعز، تحية لاخواننا في تعز. محافظة تعز الحالمة، حيوهم يا شباب. يا سلام عليك. ها؟ يعني قد قلت له مدلي يعني انظر لي نفسه. ماشي نفسه، من قال لك؟ مدلي يعني انظر انظر لي، اللي هي قريبة. انظر لي يعني ابصر لي عندي. وانت قد قلتها قبل. ايه. قلت انت قلت انظر لي يعني اديتها ايه. خذنا كعاد. سواسي. يعني ها انتم طيب في حريب ايش تقولوا؟ يعني انظر لي خايل فيني. طب خايل على لهجتي. وهنا في حريب يقولوا خايل فيني يعني زي حنتر لي. شوف لي لما طيب ابصر لي. ابصر لي. ايوه يا سلام. بعضهم ناظر لي بعضهم اشحر لي. ايوه كل واحد أيوة. كله يعني ناظر لي حلوه أيوة. وبالمصري بص يا باشا. بص لي بص لي بص لي يا باشا. بص لي يا عمي. بص يا عم. ايوه يا سلام. اذا اجابه سليمه. إجابة سليمة والجائزة 40,000 ريال 20,000 لك و20,000 له. يلا شكرا لكم. تحياتي.